আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ। সকাল সন্ধ্যায় যদি আপনার বাড়িতে এই তেলাওয়াতটা যদি আপনার বাড়িতে শোনা হয়, তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার বাড়ি থেকে জিন শয়তান সকল প্রকার বালা মুসিবত দূর করে দেবেন। কেউ জাদু করতে পারবে না, আপনাদের নামে জাদুটনা করতে পারবে না, কেউ আপনাদের ক্ষতি করতে পারবে না। এখন দেখবেন অনেকে আছে কুফুরি করছে, অনেকে জাদুটনা করছে, যার জন্য তার শরীরটা অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে, কোনো কিছু ঠিক হচ্ছে না। তারা যদি এই আমল করে প্রতিদিন নিয়মিত যদি বাড়িতে শোনা হয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার বাড়িকে হেফাজত করবেন শয়তান থেকে, সকল প্রকার খারাপি কাজ থেকে রক্ষা করবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। সকলকে বলবো সকাল এবং সন্ধ্যায় ঘুমানোর আগে একবার করে শুনবেন, এবং আপনারা অবশ্যই এই আমলটি রোজ করবেন। অত্যন্ত পাওয়ারফুল আমল হতে চলেছে আজকে তেলাওয়াত করবো দুরুদ ইব্রাহিম, কয়েকবার ইস্তিগফার, 33 আয়াত, আয়াতুল কুরসি এবং 4 কুল, অত্যন্ত পাওয়ারফুল হতে চলেছে ভিডিওটি। সকলে শেষ পর্যন্ত দেখুন, তাহলে শুরু করছি। প্রথমে দুরুদ ইব্রাহিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. এইবারে এইবারে ইস্তিগফার করব। আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি। আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি। أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إبر وإكبر آية الكرسي تلوطبو. آية الكرسي ده অনেক পাওয়ারফুল একটি আমল, এটা শয়তান শুনলে পালিয়ে চলে যাবে ইনশাআল্লাহ। অত্যন্ত পাওয়ারফুল আমল আয়াতুল কুরসির, অনেক ফজিলত আছে। সকলে ফরজ নামাজের পরে সকলে একবার করে আয়াতুল কুরসির আমলটি করবেন, অত্যন্ত পাওয়ারফুল আমল।
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، واسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، واسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، واسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجوهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن
نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا فيه واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسلوا عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلكم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عزبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صحيبة ولا ولدا وأنه كان يقول السفهون على الله شططا سركل بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এই ভিডিওটা সকলে আপনারা প্রতিদিন সকাল এবং রাতে একবার করে শুনবেন যে ঘরে তিলাওয়াত হবে ইনশাআল্লাহ পাওয়ারফুল আমল আছে এই আমলের দ্বারাই সেই ঘর থেকে জিন আসর শয়তানের আচরণ বদনজর
জাদুটোনা বিপদ দূর হয়ে যাবে এবং এই আমলটা যদি প্রতিদিন আপনারা করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবেন, সকল পেরেশানি সমস্যা দূর করে দেবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন অত্যন্ত পারফুল সকলে করবেন। আশা করি বুঝতে পারছেন। ভিডিওটা এখানে শেষ করছি, ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, সদা সর্বদাই এই চ্যানেলের সাথে থাকুন। আমিন সুম্মা আমিন। ভিডিওটা এখানে শেষ করছি, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল, লাইক দিস ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম।